السلام، مرحبا بكم في فيديو جديدة في قناتكم، قناة أحمد بن عطية. في الفيديو متاع اليوم باش نشوفوا مع بعضنا طريقة حذف حساب سناب شات بطريقة نهائية. لذا قبل ما تفرجوا في الفيديو ما تنساوش كيف العادة الاشتراك في القناة، الضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس باش كيف نهبطوا فيديو جديد يجيكم إشعار. ونبدأ مباشرة في الشرح متاعنا. أول حاجة نقوموا بها نمشيوا لتطبيق سناب شات، بالطبيعة ندخلوا للتطبيق كما قاعدين تشوفوا. بعد ما ندخلوا للتطبيق مباشرة نمشيوا نضغطوا على الصورة متاعنا الموجودة في أعلى يسار الشاشة. بعد ما نضغطوا عليها نمشيوا مباشرة إلى Settings أو الإعدادات، ننزلوا للأسفل حتى نلقاو كلمة Support اللي قاعدين تشوفوا فيها المكتوبة بالأخضر. نختار الخيار الأول اللي هو I need help أو بالعربية أحتاج مساعدة. بعد ما نضغط عليه باش تجينا الشاشة اللي قاعدين تشوفوا فيها قدامكم، فيها Using Snapchat, My Account and Security, Safety, Privacy إلى آخره. باش نختاروا My Account and Security وباش نختاروا الخيار الرابع اللي هو Delete My Account أو حذف حسابي. بعد ما تختار الخيار هذا باش تلقى روحك داخل الصفحة هذه، وفي الصفحة هذه باش تجي وتضغط على Accounts Portal. لهنا في آخر خطوة فقط تقوم بكتابة الباسورد متاع الحساب متاعك وتضغط على Continue. بعدها يتم حذف الحساب متاعك ويكون عندك في يدك 30 يوم إذا كان قمت بإعادة فتح الحساب متاعك خلال 30 يوم هذوما، فإنه الحساب متاعك تسترجع. يعني إذا كان بدلت رأيك خلال 30 يوم نجم تسترجع الحساب متاعك. أما إذا كان تعدى 30 يوم ولم تقم بإعادة فتح الحساب متاعك مرة أخرى، فإنه يتم حذف الحساب الخاص بك بصفة نهائية، وقتها يصبح من المستحيل استرجاع الحساب هذا ولا بأي طريقة من الطرق، لأن البيانات متاع الحساب الكل يتم الحذف متاعها. لذا ردوا بالكم إذا كان تحبوا تقوموا بحذف الحساب متاعكم ما تنساوش الحكاية متاع 30 يوم، يعني عندكم في ديكم 30 يوم لاسترجاع الحساب مرة أخرى. كان هذا الفيديو متاعنا اليوم، إن شاء الله يكون الفيديو فاتكم وعجبكم. إذا كان عجبكم الفيديو ما تنساوش كيف العادة الاشتراك في القناة، الضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس باش كيف نهبطوا فيديو جديد يجيكم إشعار. وللفيديو القادم إن شاء الله ما بقالي باش نقول لكم كان إلى اللقاء.